du jour. Livre du jour. عسلامة مرحبا بكم مستمعينا الكرام في لو ليفغ دو جور. اليوم اون فا بريزونتي ان ليفغ سبيسيال نقعدو في التيم نتاعنا ليستواغ دو لا تونيزي، مي الكتاب هذايا إلي ديستيني أوز أنفون. ما حكيناش عليه الموضوع هذايا قبل. دونك جي شوازي بور فو ان ليفغ كي بارل دو ليستواغ دو كارتاج. الكتاب هذايا اسمه عليسا لا فونداتريس دو كارتاج، للكاتب عبد العزيز بالخوجة وللرسام رضوان الرياحي. عبد العزيز بالخوجة هو كاتب تونسي، تولد 20 سبتمبر 1962 في كارتاج، وهو ولد لميليتان اي لومينيستر حسين بالخوجة. رضوان الريحي هو رسام تونسي الجنسية، تولد 12 أكتوبر 1970. خدموا مع بعضهم لليفغ هذا بور لي زانفان، يكونوا يعرفوا تاريخ بلادهم. تلقاو لا كوفرتور دو ليفغ على الاكران تو اللي يتفرجوا فينا في اللايف. الليفغ مكتوب ان لانغ فرونسيز، يحكي كيفاه عليسا او برنسيس ديدان هربت من خوها في القرن التاسع اتخافير لا ميديتيراني اللي هو البحر الابيض المتوسط pour fonder Carthage qui devient la plus belle et la plus riche des cités antiques. الحكايه هذه accompagnée des bandes dessinées format manga مزيانين برشا afin de permettre à vos enfants une meilleure compréhension de تاريخهم. شعارنا اليوم علموا الأطفال وهم يلعبون. الكتاب هذا متكون من 47 صفحة، خرج لـ 1 مايو 2014، موجود في المكاتب التونسية الكل، صمو في الزالنطور متاع 14-15 دينار. ننصحكم باش تشريوه لولادكم وتخصو لهم بالحق اون بارتي من وقتكم، تحكيو لهم على تونس، على تاريخ تونس، على البيت، على بورقيبة، عليسة، فرحة حشيد، حنا بعل. راهو On a une riche histoire, il faut l'apprendre par cœur. باش نجمو نقدمو. هذه كانت الليفر دو جور بالنسبة لليوم. نتقابلو غدوة مع كتاب جديد يحكي على تاريخ تونس العظيم. شكرا على الاستماع. ليفر دو جور. ليفر دو جور.